شحال صعيبه بزاف كي تجي تحفظ على السياره تاعك ودير لها اوتوريتي بعد تطيح في مشكل عويص جدا. هذا شوف بعد ما بدل لابيب ترموستا مسكين تمشى بها 10 ميل تمشى بها فيدونج راح له شوفه له المحرك، يعني خسر محرك دوبلا براكان في الانسيس اتش دي. المشكل اللي لقيناه بعد ما درنا دياغنوستيك وقعدنا نديرو في التحريات كيفاه صرا له هذا المشكل، كيفاه حتى شوفه لقينا لابيب اللي مركبها ما فيهاش جوان، يعني في الاصل يجي فيها جوان زرق، يجي فيها جوان دوريجين في الريفيرونس تاعها هذه في البيجو سيتروان، لقيناهم دايرين لها لاكول. دروك العلم لله طاح لهم ما شافوهش نساوه، العلم لله. شوف الطرف تاع الكولا وين لقيناه، على نقعد ننصح بهاد الاشياء شحال من خطره نقول لهم لاكول ما تجيش في هاد الصوالح، يعني لابيب تركب بلاكول راك مريسكي، قادر الطرف تاع كولا يبلع لك على السيركوي تاع الماء تشوف فيه المحرك. دي فوا ننصح في الكوتي تاع الزيت خاصه يبلع على لي غريسير، يولي غريسير زيت ما يفوتش ولا عند لي بومبالو اللي كثروا كولا ولا راك تشوف خسر محرك في الباطل وما فرحش بها. دروك لازم محرك ما كانش كيفاش.